مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي اتصالا هاتفيا من العميد ثروت سويلما مدير التنفيذي لاتحاد الكره، جاء في ان الجهات الامنيه وافقت رسميا على اقامه مباراه الذهاب للنادي الاهلي بدور ال 32 لدوري ابطال افريقيا امام منانا بطل الجابون يوم 6 مارس المقبل باستاد القاهره في حضور 5000 متفرج. ومن جانبه وجه السيد مرجان الشكر للجهات الأمنية على مساندتها للنادي الأهلي وإقامة المباراة باستاد القاهرة للتيسير على الجماهير. ويرى مرجان أن عودة الجماهير تعد خطوة إيجابية في ظل رغبة رجال الأمن الذين يبذلون أقصى ما لديهم لمساندة الأندية المصرية ووعي الجماهير النادي الأهلي التي ستكون الداعم الرئيسي للفريق في مثل هذه المواجهات الصعبة. حصل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي على عدد من التسجيلات لمباريات فريق منانا الجابوني الذي يلاقي الفريق في دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، كما حصل البدري على تسجيل خاص لمباراه الفريق الجابوني امام ريال كاجيجو البوركيني في ذهاب دور ال 64 لنفس البطوله، فيما ينتظر كابتن حسام البدري تقرير الكابتن سيد معوض المدرب المساعد بالفريق والخاص بمباريات الاياب بين الفريقين والذي حضره معوض في الجابون. يتواصل كابتن سيد عبد الحفيظ المدير الكرة بالنادي الأهلي بشكل دائم مع سيادة السفير أحمد بكر سفير مصر بدولة الجابون من أجل ترتيب إقامة بعثة الفريق المنتظرة هناك تمهيدا لمواجهة منانا الجابوني في إياب دور ال 32 من دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب يوم 6 مارس المقبل بالقاهرة على أن تقام مباراة العودة بالجابون أحد أيام 16، 17، أو 18 مارس المقبل. وأثنى كابتن سيد عبد الحفيظ على الجهد المبذول من السفارة المصرية في الجابون لتوفير كافة احتياجات بعثة الأهلي. يغادر كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي متوجها الى الجابون قبل موعد سفر بعثه الفريق ب 48 ساعه تمهيدا لمواجهه فريق منانا الجابوني في اياب دور 32 بطوله دوري ابطال افريقيا، وسيكون سفر كابتن سيد عبد الحفيظ المبكر من اجل تجهيز فنادق الاقامه واختيار ملاعب التدريب وتجهيز كافه الاجراءات من اجل استقبال البعثه. أكد دكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن المؤشرات الأولية لفترة تأهيل رامي ربيعة مدافع الفريق تعد جيدة للغاية، وذلك بعدما تم حقن اللاعب مرتين بالبلازما خلال تواجده في ألمانيا. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ اللاعب لفترة التأهيل للتخلص من إصابته بتمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته مع الفريق أمام الزمالك في ختام الدور الأول للدوري العام والتي فاز فيها النادي الأهلي ب3 أهداف دون مقابل. ومن المنتظر أن يظل ربيعة في ألمانيا للاطمئنان على تنفيذ برنامجه العلاجي بنجاح لتحديد موعد عودته للمباريات. نفى كابتن احمد ايوب المدرب العام للنادي الاهلي نيه الجهاز الفني منح عدد من اللاعبين الاساسيين بالفريق راحه خلال مباراتي الانتاج الحربي يوم السبت المقبل والداخليه يوم الاربعاء ضمن منافسات الجولتين 26 و27 بالدوري. واكد ايوب ان تركيز الجهاز الفني في الفتره الحاليه ينصب على تحقيق الفوز في كل مباراه بالدوري حتى يتم حسم اللقب رسميا، مشيرا ان راحه بعض الاساسيين في الفتره الحاليه سيؤثر على مستوى بعضهم.
أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي على جاهزيته للمشاركة مع الفريق أمام الإنتاج الحربي بعد غد السبت في الجولة 26 للدوري الممتاز، مشيرا إلى أنه لا يعاني من أي إجهاد. وأشار أشرف إلى أن أنيس الشعلالي مخطط الأحمال يبذل مجهودا كبيرا مع اللاعبين خلال فترة ضغط المباريات ويحاول دائما تجهيز كل العناصر. وعن مسألة حسم الدوري قال أشرف أن الوقت لا يزال مبكرا والنتائج الإيجابية للفريق لا تعني حسم المنافسة حتى الآن في ظل قوة الدوري. وصل الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي تدريباته استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي في الجولة 26 للدوري والمقررة على استاد القاهرة. وعقد الكابتن حسام البدري مدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل المران للتأكيد على ضرورة الفوز ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب الأربعين. عشان نتعرف على تفاصيل أكتر معنا على الهاتف مراسل قناة النادي الأهلي محمد سعيد. محمد، آخر أخبار تمرينة النادي الأهلي استعدادا لمباراة الإنتاج الحربي. منذ قليل، مساء الخير يا محمد، منذ قليل انتهى المران الرئيسي والأساسي لفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي. التدريب استمر حوالي ساعة ونص. بدأ اليوم النهاردة بالحضر فيديو كان داخل غرفة خلع الملابس حوالي الساعة 3، بعد كده الفريق نزل بالكامل إلى أرضية ملعب مختار الكوتش الساعة 3:30، والتمرين انتهى الساعة 5. التمرين في مجمله النهارده كابتن حسام وضع التشكيله الاساسيه او قدر يحط الطريقه اللي ممكن يواجه بيها فريق الانتاج الحربي، خاصه النهارده كان في اكثر من تدريب تخصصي في جمل تكتيكيه وتدريبات فنيه على بعض الاداء الفني اللي ممكن يؤدي بيه الفريق المباراه القادمه. بشكل عام كل اللعيبه النهارده حضرت التمرين فيما عدا باسم علي وعبد الله السعيد. باسم علي يمكن بيعاني من التهاب رئوي، الف سلام عليه. وعبد الله السعيد طبعا طرق خالد محمود كان اعطاه راحه النهارده من التدريبات، فبالتالي يمكن الاثنين غيابه النهارده عن المران الجماعي، ومن بكره ان شاء الله هيبداوا يكونوا موجودين في التدريبات مع فريق النادي الاهلي. واداء البرنامج التاهيلي من الاثنين لسه امامهم مزيد من الوقت عاد يستعدوا للدخول في المباريات والتدريبات مع فريق النادي الاهلي. التقسيمه كانت تقسيمه جماعيه شارك فيها كل اللاعبين، وكابتن حسام عمل فيها ميكس بين عدد من اللاعبين ما تقدرش تقول واضح منها التشكيله الاساسيه او التشكيله الاحتياطيه، كان بيغير في تبادل بعض المراكز بين بعدد من اللاعبين. شريف اكرام النهارده انتظم في المران حراس المرمى بعد ما تغيب بالامس، واحمد حمودي كان ابرز اللاعبين برضه اللي غابوا النهارده، هو احد اللاعبين طبعا اللي شاركوا في المباريات الاخيره، غاب النهارده عن المران الجماعي باذن من الجهاز الفني. التدريب التخصصي يا محمد اللي كابتن حسام عمله كان في عدد من اللعيبه تقدر تقول في الجبهه اليسرى علي معلول واحمد فتحي الجبهه اليمنى، نجيب وايمن اشرف، عارفين ان سعد سمير المباراه القادمه يعني هيكون غايب للانذار الثالث، فمحمد نجيب وايمن اشرف قدامهم عاشور والسوليه واجاي ووليد سليمان وصلاح محسن ووليد ازارو. دي التشكيله او الشكل اللي كان كابتن حسام بيأدي بيه بعض التدريبات الفنيه. وفي اثناء التدريب دخل عدد من اللاعبين، دخل حسام غالي بجوار عمرو السوليه، دخل عدد مدافع ناشئ او اقصد محمود الجزار المدافع المنضم حديثا للاهلي بجوار محمد نجيب. ازارو ما كملش الجزء الاخير من المران الجماعي، الجهاز الفني فضل ان هو يجري تدريبات بدنيه خفيفه بالجري حول الملعب عشان ما يكونش فيه اجهاد او لا قدر الله اصابه في المران الجماعي القوي، لكن كان تمرين مفيد، شفنا فيه جمل فنيه كثيره جدا، شفنا فيه كمان اهداف مميزه، تحركات، حماس كبير جدا بين عدد من اللعيبه. دي الصوره العامه للتمرين النهارده محمد بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وبكره التمرين ان شاء الله هيكون الساعه 3 العصر، وبعدها مباشره يدخل معسكر استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي. زميلنا محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. عرفنا كل اخبار تمرين النادي الاهلي استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي ان شاء الله يوم السبت، كل الامنيات بالتوفيق للنادي الاهلي.